ارجع تاني مبارك. خلينا الرئيس مبارك جه على سيستم دولة مؤسسات، يعني رئيس دولة جاي في ظروف صعبة جدا، المرض إرهاب واغتيال رئيس ومأساة، لم يكن صاحب القرار في أجهزة الدولة هي اللي مزبوط. بتصنع القرار من خلاله. خلينا بس نتكلم كناس مصريين فاهمين السيستم بتاع أي دولة. هو أنا ما أتذكر شخصيا ولعل ذاكرة تتسعفني، سافر فرنسا وسافر النمسا، وكانت وكان لسه رئيس جديد بيبني علاقات من أجل البلد وكتر خيره، فكانت المقابلات جافة في فرنسا والنمسا وطلبوه بعودة المشنود جافة. وهنا كان تصرف الدولة محاولة ان الكنيسة اللي بتطلب ارجاء عودة البابا شنودة نظرا لظروف البلد، تصوير الامر هكذا. وكان السعي ان المجمع المقدس يطلب هذا وتم الاعازة بهذا، وكان خلاص دعوة للمجمع المقدس، ولكن لم يجتمع الى اول يوم 5 افراد، ثاني يوم 6 افراد، وفشلت المعركة. من كام؟ في توقيتها؟ مثلا من 60-65 على الأقل، يعني عدد قليل أوي. ففشلت الدعوة التي كان بمؤداها يطلب المجمع المقدس إرجاء عودة البابا. هنا بعدها الموضوع مشي في خطوات معينة. هو كان المطلوب عودة البابا ولا إعادة تعيين البابا؟ هو يجي يقعد في القاهرة يدير كنيسته. لا بس كانت الدولة معنية إنها تقول لك تعيين، لأن سلطة الدولة في التعيين. معلش بس الشعب كان يهمه حاجة، إن البابا يبقى فستيه، القرار الجمهوري يجي وقت ما يجي، إنما البابا يبقى فست شعبه، ما يبقاش مقيد الحرية دي. ده اللي كان الشعب بيفكر فيه، الكنيسة كلها بتفكر فيه. فهم عاوزين يقولوا إرجاء، لأن دي رؤية كنيسة مش رؤية دولة. المهم ما جابتش نتيجة أيا كان الأسباب. في الوقت ده بدأنا إحنا نتحرك شوية، بمعنى اولا قانون الكنيسة بيقول بطرك، ما يقولش لجنة بابوي. فبدأنا، كنت انا بتحرك فيها شوية دي، ان احنا نعمل قضية في القضاء الاداري او في مجلس الدولة نسقط اللجنة البابوية دول، لانهم 5 مش 1. ونجحنا ان احنا ناخد هذا الحكم كويس، وكان حكم الحقيقة منصف جدا في ذلك الوقت. جينا بعدها في مشكلة كبيرة تانية، ان احنا القضية عشان دول 5 فممكن يتعين 1، فكان التحرك مننا في الوقت ده نفسه ان احنا نعمل اجتماع للاباء الاسقف كلهم ونقول حرمان اي شخص يقبل ان يكون بديلا للبابا شنود. وقد كان مش انت كده بتقفل المساحات كلها بالظبط. هنا الحقيقة تم تواصل ما بين أجهزة الدولة وبيني. من سيادتك. مرة واثنين وثلاثة، وقالوا لي أمبابولا أنت البابا بيحبك ويثق فيك، رغم أنك كنت صغير في السن، ويعني سوري أقل واحد فيهم يعني. أيا كان هم سامعين إيه، شايفين إيه. ومن هنا بدأ التعاون بينه وبين أجهزة الدولة كيف يعود البابا شنودة مرة ثانية. بدأت هنا الجيم بقى، ازاي يرجع بدون ان يجرح كبرياء الدولة. طبعا، ودون ان ينتقص من قدر البابا. طبعا ده عملية خطيرة جدا جدا، والتوفيق بنا صعب جدا، وبنعمة ربنا اللي انا قلته هو اللي حصل. اللي هو رغم انه هو كان مستحيل، اللي هو في نظر القيادات. هقول لك القصة. قالوا لي يكلم قداسة البابا، احنا النية انه يرجع بس عايزينه يبادر. وطبعا من غير ما اقول اسماء القيادات اللي كانت بتكلم معاها في وقتها، قلت لهم لن يبادر قولا. طب انت سمعت منه؟ قولا. قلت له انا افهم قدس البابا كويس. انتوا اللي عازلينه وانتوا اللي سايبينه في الدير، فمش البابا اللي ينزل من كرامته، لازم الدوله اللي تبادر. قالوا لي انا سكلت، يبقى انتوا مش عايزينه يرجع. ده في ارادتين متعارضتين. المهم نتقابل تاني وتالت. فانا فاكر في مره كان البابا على علم بهذه المقابلات؟ لا. ما كنتش حابة اعمل حاجة واتكلم عنها. مش مظبوط، ممكن يعرفها بعد كده بطريق غير مباشر، انما ما كنتش اعمل كده. وحتى لما كنت اروح اسلم عليه لما سمحوا. لا انا اصل خشيت ان حد يفهم ان انت كنت مفوض من البابا. لا لا لا، في اجراء هذا. فاهمين البابا لما ده انا ما لا لا فاهمين كويس. جيت في يوم بيتكلموا تاني وحسيت ان هي صادقة فعلا، يعني
يا عم بابولا ارجوك ساعدنا، احنا عايزين نشوف حل. قلت لهم انتوا اللي تبادروا. ازاي؟ قال لي مستحيل. نبادر ازاي؟ انا اقول لك قلت لهم. قلت لهم انا عندي اقتراح، وانتوا مش عاوزين تهيئوا الراي العام والشرع الاسلامي ان البابا رجع؟ قال لي اكيد. اعملوا عمل يريح البابا ويهيئ الراي العام. بمعنى؟ قلت لهم ايه رايكم في ان البير برسوم سلامه كان وزير في الوقت ده يروح يزور البابا. ويجي كده في جريده الاهرام يوم الجمعه انه راح زار البابا. فانا قريت في الملامح بيفكر. فاطمعت الحقيقه يعني. ماشي. وانا اقرا الملامح كويس. المهم ف قلت له بس عاوز اقول لك الحاجه. لازم زيارتين مش زياره. والزيارتين يتنشروا في الاهرام يوم الجمعه عشان يتقرا. انت عارف الاهرام انتشاره في يوم الجمعه. جمعه طبعا. قال لي ده مستحيل. قلت له هشرح لك ليه بس. انت اول مقابله مستحيل هتقول انه الوزير البير برسوم سلامه يتقابل مع البابا شنودة الثالث. حتى قول لي البير برسوم طلاقه مع شنودة في الدير هتزعله. بس فيها تمهيد. لما تقولها تاني مره هتقولها شويه. انت عايز تطبيع مع المصطلح. تطبيع مع العنوان. مع الفكره. قال لي يا بابولا ده صعب ومع ذلك انا هطرح. وانا بنزل كده قال لي وده حصل هتقول له يبادر؟ قلت له لا مش هقول له. قال لي ازاي؟ قلت له انا متاكد انه هيبادر. انا عارف شخصيته مش انت مذاكره. وفاجئ في الاهرام زي ما توقعت من غير القاب اول مره وتاني مره مالوش البابا قالوا الان بشنودة بس قالوا بقى انه يتقابل وحطوا سطر كده وراها. وكان الانفتاح وكانت مبادره البابا بتهنئه الرئيس بعيد من اعياد الوطنيه والدنيا خدت مجراها لعده شهور. واعتقد